محمد دخوش. الدكتور محمد دخوش عنده واحد الحساب في تويتر وكيبداه بدا كذاب زعما شوفوني انا الدكتور. اياه دكتور زيد دخوش، شنو هي المهمه ديالك في الجزائر؟ المهمه ديالو في الجزائر ابن عمي مدير قناه الجزائر الدوليه، مدير قناه الجزائر الدوليه. عرفتي ملي كنقولوا قناه الجزائر الدوليه، عرفتي الدوليه كدير مواد باللغه الانجليزيه، مواد اخباريه بالانجليزيه. هذه التلفازه هذه ماشي قناه ديال يوتيوب. على التلفازه عرفتي شحال ديال الملايير اللي كتخسر تما الفلوس، اللوجيستيك ديالها. ودخوش هو المدير. اه كيديروا الاخبار باللونجلي وبالفرنسي وباللغه العربيه، مواد اخباريه وكذا. هذا المدير نتاعهم سميتو دخوش. كل مره كيسبنا حنا، كيسب المغرب، داير الدور ديال تيك توكي، فهمتي تيك توكي ولا داك الكلام البذيء ديالهم. وداك المهم التربيه ديال الكبرانات، التربيه ديال الزريبه ديال المراديه، فهمت؟ التربيه ديال الشنقريحه. ما علينا، هاد الدخوش هذا اليوم كتب واحد التدوينه، على ايش؟ على ابيل دوفر. فهمت؟ الجامعه الملكيه لكره القدم مع داك الشركه ديال الاستاد، داك الشركه دابا اللي ولات وطنيه ديال الاستاد اللي كتقابل الاستاد، لان دابا في المغرب الاستاد ما بقاوش تابعين للجامعه الملكيه لكره القدم مباشره. كاين شركه هي اللي شاده الملاعب، التسيير نتاع الملاعب والتدبير نتاعها، نسيت سميت الشركه. المهم الشركه كنظن الرئيس ديالها راه كان كاتب عام ديال الوزاره نتاعنا اعتقد، الى ما سونارجيس هي هذيك. انا اللي عقلت هو انه المدير ديالها رئيس الشركه والمدير الشركه كان الكاتب العام ديال الوزاره نتاعتنا السي بالقاسمي. الا كان السي بالقاسمي حتى في الخدمه ديالو ملي كان معنا في وزاره ديال التربيه الوطنيه، انسان زعما الله عمرها دار، وانسان ديال الخدمه ومجتهد جدا. ما علينا، كنحييه من هذا المنبر هذا. امازيغيه مرحبا. مرحبا بنت عمي، مرحبا مرحبا مرحبا. فقلت هاد الشركه ولا الجامعه الملكيه ولا مهم جوج بهم ولا داروا ابيل دوفر. مشى هو لذاك لابيل دوفر، مشى لابيل دوفر ابن عمي ديالي ويعني بكل بجاحه وبكل وقاحه وبكل غباء وبكل تحيماريت ديال مناش كيف كيف الجامعه الجزائريه وشنو خرجت. هذا دكتور قال لك سيدي تلكل دابا تلكل نشرات واحد الخبر، ابيل دوفر انترناسيونال بور دوتي لي ستاد داكادير. لو ماروك ا لونسي ان ابيل دوفر انترناسيونال بور دوتي لي ستاد داكادير اي دو مراكش دو بولوز. يعني هاد الشركه نتاع سونارجيس دارت ابيل دوفر باش لا بولوز نتاع مراكش ونتاع اكادير يتقادو. ما معنى ابيل دوفر اللي كنعرفوا حنا؟ هو اللي كيعرفوه جميع الناس، حتى البنايه اللي خدامين في الشركات بناي عادي مياوم كيعرف سيكوا ان ابيل دوفر. ابيل دوفر غادي نلونسي واحد لابيل دوفر باش توقع المناقصه بين الشركات يجيو يخدموا. كاين في البني، كاين في التجهيز، كاين في الطرقان، كاين في التلفزه. لابيل دوفر، المهم ابيل دوفر. لابو المغربيه مرحبا بك بتعمي، لمياء مرحبا. هذاك طلب عروض، طلب عروض بالعربيه، طلب عروض كيعرفها جميع العادي والبادي. وهو سيتان تيرم يعني فرنساوي. ما معنى تيرم فرنساوي؟ يعني حتى هما في الجزائر كيستعملوا ابيل دوفر. يعني هاد السيد هذا واش ما عمر لونسا لي زابيل دوفر هذا ولا؟ واش هذا شنو كيدير تما؟ ما عرفش شنو هي ابيل دوفر. دكتور كيفاش ترجمها هو؟ قال لك حسب الاعلام المغربي المغرب يطلق طلبا دوليا لتلقي الدعم لتجهيز ملاعب مدينه اكادير ومنشات بمراكش استعدادا لمونديال 2030. يعني تنظيم المونديال بصدقات المحسنين على مملكه 12 القرن. هيا بنا يا معزه وشداك كذا كذا. ما كاينش شي معزه قدك، يا الجحش يا الكدار
يا البغل يا البقرة يا التيس يا جميع الحيوانات اللي كاينة في العالم. دكتور في الجزائر، دكتور في الجزائر وما عارفش شنا هي أبل دوفر ويسحب له لوفر. جات من الفيرب أوفخير يعني الكادو، يعني الصدقة، فهمت؟ يعني لي دون لوفر أوفخير. كيسك تو فا أوفخير أتا مامون في العيد ديال الأم لو 14 فيفريي؟ كيسك تو فا موفخير؟ واحد النونورس هو سحاب له داكشي تاع أوفخير اللي كنقريو الكلام ديال الثالث في سميتو في الديالوج، داكشي تاع ليكسبرسيون اورال اللي كنا كنقراو في الايامات ديال السي المصدق الله يرحمه. شوف ليا شوف ليا شوف ليا هذا الدكتور هذا ديال الجزائر، هذا مدير قناه. اش كنقول لكم؟ الجزائر اقسم بالله الا مشات فيها، مشات في التصله ديال التواصل ديال جدره الابواب النوافذ نتاع بوها. ها المسيرين كي دايرين، المدير نتاع المطار مقلش الودنين منين جابوه وحطوه، هاد المدير ديال قناه الجزائر الدوليه. وبالمناسبه كيفاش كيضمن انه يبقى تما؟ تشالنج تحياتي شموخ تحياتي صامدون. كيفاش كيضمنوا هما البقاء ديالهم في ذوك المناصب؟ سب المغرب، الا سبيتي المغرب خليو لك المنصب. ها هو مملكة 12 القرن كتسعى الفلوس، علاش؟ لأنهم شقراء أبيل دوفخ واعتقد على أنها طلب ديال الكادو، طلب ديال الصداقات، طلب ديال المساعدات ولا الإعانات. الحمارة البغل يا مدير قناة الجزائر الدولية، يا الدخوش البغل، يا اللي شوهتي بالجزائر والجزائريين وشوهتي بالجامعة الجزائرية كما شوهوا بها كاع دوك الكناضح ديالكم كاملين الكوارث. المديراتور الاخوان تما واحد 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 ولد الحرام تما كيخسر الهضره، طيروه. صافي طار. سير جيب حساب اخر. ولكن شوف ما تبلوكيهمش، حيد له ستيلو يسمع، حيد له ستيلو باش يسمع، باش يسمع وانا كنسلخ في التصله ديال التواصل ديال جدرد الابواب النوافذ نتاع السيستيم نتاعهم. الجامعة صب جامعة الدكتور جدك الدكتور أيا كافي مور تحياتي. دابا نمشيو ابن عمي ديالي إلى الكاف، لأن اللي وقع لكم الخلطة الأغبياء وأنتم كتمشيو للفيفا. الفيفا بعيد على هذه المسابقة، هذه الفيفا بعيدة على هذه المسابقة. القوانين تاع الفيفا، الحوايج اللي كيكونوا تحت لواء الفيفا اللي كتكون فيها الفيفا حاضرة، والاتحاد الإفريقي عنده قوانين، وإلا يا الكيادر يا البغال، وإلا غادي يكون القوانين اللي كاينة في الفيفا هي اللي خصها تكون في الاتحاد الافريقي الاتحاد الاسيوي في كذا كذا. نعطيكم امثله ايها الاغبياء السذج العبط الهبط الزبط، نعطيكم مثال داكشي تاع الامم المتحده اللي الامم المتحده. فلسطين ايها الاغبياء هل هي دوله معترف بها في الامم المتحده؟ لا. فين كتلعب فلسطين؟ كتلعب في اسيا. شكون عطاها الحق تلعب في اسيا؟ الأمم المتحدة. جاوبوني جاوبوني. اتحاد آسيوي لكرة القدم عنده قوانين التي من خلالها سمح لفلسطين، وإسرائيل ما سمح لهاش رغم أن إسرائيل دولة معترف بها في الأمم المتحدة. شتوا الغباء ديالكم فين كيوصل الأغبياء؟ إسرائيل التي تنتمي جغرافيا إلى آسيا ما تعطات لهاش الاتحاد الاسيوي، ما عطاهاش الانضمام لها، وكتلعب مع اوروبا. هذه بعض النماذج ديال الحويجات اللي انتوما، وبالتالي الا كنا غادي نعتبروا معايير ديال الامم المتحده، القرار كيكون عند الاتحاد القاري.
والاتحاد القاري تاعت ما سمرها لكم القجع في 2021 ولا 2020 راه تما كليتو الضربه ديال المعقول، تما القجع خدم الخدمه ديالو وجي جا من بعد داك الزفيزف بغير ما عندك ما تسمر ابن عمي. القانون واضح دابا في الكاف، الا ما كنتيش في الامم المتحده ما عندك ما تلعب الكره معنا حنايا في افريقيا. سير جيب الاعتراف الاممي ديال الامم المتحده. ياك تقولوا بان المغرب محيدين له ودايرين له الامم المتحده، ايوا سير جيب الاعتراف الاممي للامم المتحده. ياك تقولوا بانه المغرب ما قادرش وما كيحكمش في بلاده وما دايرش وكذا وهادي والصحراء يلا سير جيبها من الامم المتحده واش تلعب الكره. هاد الشيء باش تستوعبوا ما خصكش تكون بردع، الا ملي كتكون بردع كتيق كتيق بان الخريطه نتاع الصين ما تقدرش تجي في التوني. واش هذا اعلامي في التلفازه الجزائريه كيقول لهم عباد الله كي غنديروا الصين ونحطوها في التوني ويقول لك المدرسه الجزائريه مالهاش كيف كيف. انا هاد القضيه نتاع السلم والابعاد انا كنت كنقريها للتلام ديال السادس ملي كنت معلم. التلام ديال السادس في التناسبيه، الدرس نتاع التناسبيه في الرياضيات، الدرس نتاع التناسبيه كنقريه للتلام ديال السادس ابتدائي كيفاش ان الحاجه كبيره ندير لها التمثيل صغير محترما دوك سميتو دوك لي ديمونسيون. او كنديروا البلانات قدام قداش في واحد الورقه قد هادي. هذا في التلفزه الجزائريه قال لهم داروا خريطه المغرب ايوا الصين كي غنديروا الصين. هادشي كيدوز في التلفزه الجزائريه وبغيتي تجي تقنعني تقول لي بانك على حق وانت عندك الدكتور دخوش المدير ديال القناه ديال الجزائر الدوليه مترجم ابيل دوفخ مترجمو طلب مساعدات طلب هدايا طلب اعانه. دابا حنا عاد غنهضروا مع هادو ديال تيك توك، حنا دابا حنا كنهضروا لهم ديال الناس ديال التلفازه صاحبي. تجي تتناقش الدكتور فارس هنا مازال انت دابا عندك انت شوف الناس شنو عندهم في التلفازه ديالهم غتجي تناقش انت الدكتور فارس. دكتور قال لهم انا دكتور في السوسيولوجيا، شفت واحد الفيديو الصباح اقسم بالله العظيم الى التفركيل ديال الضحك، لا على الطريقه باش كيهضر ولا الشكل باش كيهضر ولا المضمون ولا اللغه ولا كارثه. ايوا قلت معليش تيك توك مره مره يخرج لنا هذاك بوشمه هذاك عزوزه بيستاشيين العباط الزباط تيك توك كما كان الحال. ولكن التلفازه قناه الجزائر الدوليه اذا نرجعوا للموضوع ديالنا. الماتش نهار الاحد يعني دابا كاين غدا، شنو غدا؟ غدا السبت، غدا كاين نشاط، الاحد كاين نشاط جديد وكدا وهادي ومن هنا من هيك كدا كدا. وباش يبردوا على كيفهم تعرفوا واحد الجزائري داير فيها مغربي، واحد ملحي، واحد العابط، واحد الغبي، واحد المكلخ، واحد المجمجم داير فيها مغربي في الجزائر ويقول لهم حنا المروك وكدا والصحراء ماشي ديالنا وكدا. كاين شي مغربي يقول الصحراء ماشي ديالنا؟ واش كاين شي مغربي غير يفكر ان عنده الشك بخصوص مغربيه نتاع الصحراء؟ والطريقه باش
كي يهضر باينه باينه السيد ماشي مغربي، عاد كيتعلم عاد كيدير مجهود، والجزائريين تما وزعما متيقين وزعما فهمت زعما متيقين. والمهداوي مزورين الحساب المهداوي مغربي من ولاية العرائش من ولاية زاكورة، مدخلينه في التلفازة حتى هو من ولاية زاكورة. ترى مصيبة والله العظيم، لا مصيبة بالله، ترى كارثة.